بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعين الكرام. وفاة والدة العقيد أحمد المنسي، إن لله وإنا إليه راجعون. توفت منذ قليل والدة العقيد الشهيد أحمد المنسي، وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد التوحيد بالعاشر من رمضان. ربنا يرحمها، أم الشهيد البطل أحمد المنسي، خالص التعازي في وفاة والدة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأنزلها منزلة الشهداء. والدة أحمد المنسي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة والدة الشهيد البطل أحمد المنسي، ربنا يرحمها ويغفر ليها ويرحم ابنها الشهيد أحمد المنسي. ادعوا لها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.